هنتكلم دلوقتي ان شاء الله. بسرعه كده احنا اتكلمنا يعني الحمد لله احنا خلصنا اهم واكبر بلوك في الكورس بتاع الميكانيكال فنتليشن ده البيس فاونديشن فور ايفريثينج ويتش كمز ليتر. الجزء بتاع الفيسيولوجي اند بالمونري ميكانكس وانس ذس ويل اسيميليتد هتلاقي كل الحاجات بعد كده ان شاء الله سهله. دلوقتي احنا هنتكلم على الماشين. هنبتدي نبص على الماشين نفسها. الماشين هنتكلم على المودز. حضراتكم فاكرين الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه ازاي الفنتليتور بيشتغل؟ اتفقنا احنا عندنا انفلو جاس وعندنا اكسبيراتوري اوتلت. الاكسبيراتوري اوتلت دوت في فالف او في اوبننج بتفتح وتقفل تمام. والاوبننج دي لما بتفتح وتقفل بتعمل لنا لما نقفلها تعمل انسبيريشن لما نفتحها تعمل اكسبيريشن لانها بتعمل بريشر تشينج. تخيلوا معايا انها لو مش بس بتفتح وتقفل كومبليتلي ده هي بتفتح وتقفل بس بارشلي بحيث انها تسمح لجزء من الهواء يخرج وجزء من الهواء يستنى يعني valved action. ولما بنيجي نفتحها على الاخر ما نفتحهاش على خالص احنا برضه نسيب فيها شويه احنا مش كده ممكن عملنا بريشر في اي بي والبريشر اللي تحت at the end of inspiration اللي هو يبقى البيز لاين بريشر نعمله عن طريق الفالف ده عن طريق الجزء ده اللي هو الاكسبيراتوري ده. This is how the machine works. والقصة بتاعت المودز كلها على أساس إزاي الماشين بتتحكم في الجزء ده. إحنا من دلوقتي وإحنا بنتكلم على المودز لما هنيجي نتكلم على الاسبيراتوري سايكل عايزين نفكر في حاجة زي ما كنا بنفكر في الاسبونتينيوس بريذنج اللي هو إحنا كده تخيلناها مع بعض وقعدنا نعيدها ونزيدها مع بعض إن الدايفرام بينزل وبيحصل فوليوم تشينج وبريشر تشينج والكلام ده. الماشين لما نيجي نفكر في الانسبيريشن بداية الانسبيريشن معناها كلوجر of the inspiratory valve. The valve بيتقفل فيزود pressure في السيركت ويحصل gas flow يحصل volume change. مش ده كان السيكونس بتاع الميكانيكا؟ اوكي. والاكسبيريشن معناها ان الفالف يتفتح فلما الفالف يتفتح البريشر يقل فلما البريشر يقل الاستيك ليكويد بتاع اللانج يطلع الهواء لبره. ماشي. ده توضيح تاني للقصه كلها ان احنا عايزين نعرف كلمة صغيرة عن الديزاين بتاع الفنتليتور قبل ما نبقى بنتكلم بس على الحتة بتاعت الفالف. الفنتليتور ببساطة شديدة هو ماشين. ماشين يعني بتحول فورم من الانرجي لفورم تانية عن طريق بروسيسنج. ده التعريف الهندسي للكلام بتاع المهندسين. ماشين. الجهاز بياخد ايه وبيطلع ايه؟ الجهاز موضح نفسه بسهولة. اللي بيدخل من ورا هو الانبوتس اللي بيطلع من قدام هي الاوتبوتس. ايه اللي بيدخل في الجهاز من ورا؟ بيدخل عندنا مخارج غازات بيدخل عندنا كهرباء. مش كل الاجهزه بتستخدم كهرباء بس دلوقتي كل الاي سي يو فنتليتورز فيها كهرباء. كل الاجهزه اللي هيبقى فيها ادفانسد مود لازم يبقى فيها كهرباء. لكن في زمان كانت اجهزه بتشتغل نيوماتيك يعني الدرايف ان بريشر اللي موجود من بره دون بيحرك تلوس ويشغل الماشين ميكانيكي تبقى عامله زي الحاجات اللي بالزمبلك تلوس ميكانيكس بس. بس الاجهزه دي ما ينفعش يكون فيها اي ادفانس مودز ما ينفعش يبقى فيها اي لوجيك تمام. ده كان موجود في اجهزه قديمه ولسه موجود في بعض الاجهزه اللي بتستخدم في الترانسبورت لان انت ما تضمنش الكهرباء في الترانسبورت. حتى الاجهزه بتاعه الترانسبورت المحترمه دلوقتي اللي بتشتغل برضو الكهرباء وفيها بطاريه تعيش ساعات طويله وفيها ادفانس مودز بيبقى فيها بوسيبيليتي ان هي لو الكهرباء قطعت عنها تشتغل بيزك مود بنيوماتيك بريشر. دي الكهرباء. الحاجة التانية اللي بتدخل في الجهاز هي الغازات. بيدخل عندنا اير واكسجين عشان يتعمل بينهم ميكسنج. الغازات دي بتدخل بضغط عالي وبتدخل بضغط عالي عشان زي كهرباء الضغط العالي بالظبط. الكهرباء عشان توصل لي في الفيشة هنا 220 فولت لازم تكون عند المحولات بالالاف عشان تتنقل بشكل مناسب وعشان ما يبقاش فيها فقد في الطاقة كتير عند النقل. الضغط اللي بيخرج لي من مخرج الحيطه لما بكون في المستشفى بيكون عالي. عالي احنا بنتكلم فيه 3 ضغط جوي. الضغط الجوي ده 760 سنتيمتر ووتر. 760 سنتيمتر ووتر احنا اقصى بريشر ممكن حضرتك تكون سمعته في الفنتليتور كام؟ 40 50. بنتكلم عن الضغط اللي خارج من الحيطه قد اللي احنا بنستخدمه على اللانج بتاعت البيشنت 100 مره. رقم مهول. طب ليه احنا مستخدمين ضغوط عاليه زي كده؟
ممكن لو عرفت ان الشبكة الغازات تحت الضغط بتاعها 12 ل 15 ضغط جوي عشان يوصل لك في الخلاطين اللي فوق لخمسة وثلاثة، هي متصممة هندسيا عشان كده. فبأول حاجة خراطيم الهواء اللي بتدخل عليها في الفنتيتورز لازم تدخل على حاجة اسمها pressure reducers، والpressure reducers بتخش على الفالفز. الفالف بتدخلها على chamber، chamber دي اسمها الميكسر. الهواء اللي بيجيني من الجهاز من الحيطة بيدخل من الجهاز، عندنا اير وعندنا اكسجين، الميكس بينهم هو اللي يحدد لي الانسبايرد اكسجين اللي هيطلع للعيان عن طريق الميكسر. الميكسر بيحدد الانسبايرد اكسجين بطريقه بسيطه، كميه الهواء اللي داخله من الاير، كميه الغاز اللي داخله من الاير، وكميه الغاز اللي داخله من الاكسجين. لو احنا تخيلنا ان في فالف على الفتحه دي وفتحه فالف على الفتحه دي، لو انت قافل الاكسجين تماما وفتح الاير على الاخر، يبقى الهواء اللي داخل كله ايه؟ اير 21%. طب لو عملت العكس، قفلت ده فتحت ده، بقى 100% اكسجين. طب فتحت ده نص وده نص، فبقى ان بتوين هتبقى مين 20 وال 100 هتبقى حوالي 60% او 70%. اوكي طب لو بدات تزود من هنا وتقلل من هنا او تعكس، بدات مانيبيوليت الاف اي 2، يبقى زرار الاف اي 2 اللي احنا بنغيره على الجهاز كل اللي هو بيعمله ان هو بيعمل بيغير البالانس ما بين التو فالفز الداخلين في المكسر. دي وظيفه ميكانيكالي، دي وظيفه. في اجهزه بتبقى متقدمه شويه انها ما بتبقاش الموضوع ميكانيكال، يبقى الموضوع الكترونيك، ان المكسر جواه اكسجين سنسور وبيظبط فتحات الفالفز اكوردنج تو ذا فراكشن اوف اكسجين اللي موجود جواه، يظبطها الكترونيك عشان يحقق لك النسبه الايه اللي بتطلع لك. تمام؟ ايه اهميه حاجه زي دي؟ انا ليه بقولها؟ يعني هل دي ليها اهميه؟ للاسف احنا في مصر طول الوقت انت لازم تشتغل زي ما مثلا بيقول لنا والناوي، انت لازم تعمل كل حاجه ليك، تشتغل دكتور ومهندس كل حاجه. وسكرتير وتمام تمام. مفيش مشاكل. تمام؟ ساعات بتبص تلاقي ان شبكه الغازات في الحيطه مش مظبوطه، الضغوط فيها مش مظبوطه، الجهاز ده متصمم عشان يشتغل على رينج ضغط معين. اقل منه ما يشتغلش. تمام؟ اكتر منه يبوظ الفالف. ده رقم واحد. رقم اثنين، لازم الفرق ما بين ضغط الهواء وضغط الاكسجين اللي داخلين ما يكونش كبير، لان الجهاز بيظبط الانسبايرد الاكسجين بروفايدد على حسب فتحه الفالف، بروفايدد ان الضغط اللي داخل متساوي او بينهم فرق انسيجنيفيكانت. يبقى لو فرق الضغط بينهم زاد، لو بقى في فرق كبير بين ده وبين ده، يبقى الاف اي 2 اللي هيدخل لك اللي هيطلع لك من الجهاز مش صح. لو ضغط الاكسجين عالي وضغط الاكسجين قليل، ده معناه ان وانت فاتح الاف اي 2 على 50% فتحه الاكسجين هتدخل الاكسجين اكتر من فتحه الاير هتدخل، فهتبص تلاقي الاف اي 2 بتاعك اعلى من 50%. ولو العكس العكس. فدي اول بوينت. الاجهزه المحترمه بتقول لك حاجه زي دي، بتديك الارم ان اللو بريشر في كذا، او ان البريشر الفلاني اقل من البريشر العلاني. وفي اجهزه انا اشتغلت في لما كنت في الجلاء كان عندنا نوعين من الاجهزه، جهاز محترم لما يكون الضغط مش مظبوط يبطل ما يشتغلش، زمر ما يشتغلش خالص، وجهاز تاني اكثر احتراما لو شلت الوصلات الاثنين هيشتغل، ما اعرفش ازاي. لو وصلت الاكسجين كانت متشاله الجهاز بيشتغل برضه وذاوت الارمز. للاسف دي كارثه، دي هو جهاز وحش. بس كان الله يكرمك لكن ما نجاوب. فالجهاز ايه بقى اسمه ايه؟ تكاوكا. تكاوكا ده جهاز برازيلي. لا مش من عندنا خالص. مش اس ال اي يعني. اس ال اي يعني مش اس ال اي. مش اس ال اي ومش غالبا مش الاجهزه اللي هتكون كويسه. الاجهزه القديمه شويه ممكن يحصل فيها كده، يعني مثلا جهاز نيوبورت، نيوبورت الموديلات القديمه منه فيها المشكله دي، الموديل الجديد منه ما بيعملش كده. الموديل الجديد بتاعه عندنا نيوبورت كتير. نيوبورت كتير بس عندكم اكيد القديم 150 جنيه 200 بس. اللي هو نيو بي. هو احنا نيو. اما انا بقول القديم عندنا كتير منه. انا عندي البلد القديم. هو ده اللي المشاكل دي. تمام؟ الجديد ما بيعملش المشاكل دي مثلا. دي الفكره. فدي نقطة. المشكلة في الفالف نفسها؟ لا مش المشكلة ان هو ما عندوش سنسور يقول لك ان ده غلط ويقف عشان الاكسجين سنسور بتاعه مش سنسور اللي جوه. اللي هو جوه المكسر مش شغال اصلا. دي بوينت.
يعني هو اصلا ما فيهوش اكسجين سنسور، ما فيهوش سنسور جوه انترنال عشان يقول لك ان في الارم، الارم يديك الارم غلط. الحاجه الثانيه ان انا لازم اخد بالي لما جهازي يديني الارم ابص على الغازات اللي بتبقى موجوده، العدادات اللي موجوده في كل واحد. ودي احنا برضه محتاجين ان احنا كدكاتره ناس سينيورز سيشن ميكرز نعمل ان ده يبقى جزء مثلا من الروتين في الصيانه، روتين مثلا المشرفات بتوع مثلا هي مثلا كل فتره لازم تبص وتقول ريكورد ان الريدنج مظبوطه. نعلم الناس ان لما يحصل مشكله الجهاز يحصل فيه ديس فانكشن تتاكد ان شبكه الغازات مظبوطه. ساعات ممكن يبقى الشبكه مظبوطه تحت بس العداد اللي عندك في حاجه مسدوده، في حاجه مكتومه. برضه حصلت معايا مره ان انا لقيت العداد بتاعي هو اللي مش شغال والشبكه تحت مسليمه. خليت الراجل طلع فك العداد وسلكه واشتغل، اشتغل ايه حصل. اوكي طب خليها في البنك. طب ده نعرف ازاي بقى؟ لازم تشيك اب ريجولر تشيك اب. بس احنا لما كذا فنتليتور بيزمر بنناديهم من تحت يشيك، يبصوا على الشبكه بالظبط على الشبكه. ده صحيح، هو هي دي الفكره، هي دي الهدف من المسج. بعد الهواء ما بيدخل على الميكسر بيطلع، بيبقى ميكسد اكوردنج تو ذا فالف اوبننج، بيطلع على في فلوميتر. الفلوميتر ده هو اللي بيحدد الفلو اللي طالع من ايه؟ من الغشين هيخش في الانسبيراتوري لم، الانسبيراتوري سيركت. الفلو ده على اساسه بيحدد نوع الجهاز لحاجتين. في عندنا اجهزه بتبقى كونتينوس فلو. كونتينوس فلو يعني هي ما فيهاش فالف، ما فيش فالف عند الانسبيراتوري لم، ما فيش انسبيراتوري فالف. الكونتينوس فلو ديفايسز مينلي ار ذا يونيتال ديفايسز. النيونيتال ديفايسز بالاساس كونتينوس فلو زي الاس سي دي زي التريجر، دول مينلي نيونيتال فنتليتورز. يستخدموا للبيدياتريكس؟ يستخدموا للبيدياتريكس بس اب تو ليميت. دايما هتلاقي ليهم ليميت في الويت. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الفكره ان هم عندهم كونتينوس فلو، يعني فلو كونتينوس ديورنج ذا ريسبيراتوري سايكل. يعني انت ظبطه على 8 ديورنج الانسبيريشن هيبقى 8، ديورنج الاكسبيريشن هيبقى 8. لكن في اجهزه ثانيه عندها فاليبل فلو. فاليبل فلو يعني في فلو ديورنج الاكسبيريشن عشان يمنتين البريشر ديورنج الاكسبيريشن. وفي فلو تاني اعلى منه during الانسبيريشن عشان يحقق البريشر during الانسبيريشن يحقق تدل فوليوم. ده اسمه variable flow device. وال variable flow device لازم يكون عنده valve على الانسبيريشن دمي الانسبيريشن دمي. في اجهزه دلوقتي ما بتديكش اوبشن انك تظبط الفلو اصلا، هو الفلو بيتظبط اوتوماتيك. الفلو بيتظبط اوتوماتيك mostly بتبقى variable flow devices. بعد الفلو بيطلع بيدخل على الانسبيراتوري. احنا متفقين ان التصميم ده احنا بنتكلم على النيونيتال ديفايس اللي هو الكونتينوس فلو ديفايس ده المرسوم. كونتينوس فلو ديفايس وعن طريق قفله السيركت عند الاكسبيراتوري فالف هي اللي بتحقق البريشر اللي يعمل لنا الانسبيريشن والاكسبيريشن. لما نيجي نقسم الاسبيراتوري سايكل هنقسمها بالطريقه دي. الكيرف ده مش بريشر ولا فلو ولا فوليوم كيرف، ده جينيريك كيرف. جينيريك مجرد بيقسمناه في فيزز في الريسبيريشن. اول حاجه النقطه دي، النقطه دي اللي هي بدا فيها يحصل انسبيريشن. يعني ايه حصل انسبيريشن؟ يعني ميكانيكال الفالف بدا يقفل، الفالف قفل وبدا يحصل فيه فلو جوه اللان، بدا يحصل فيه جينيريشن للبريشر جوه السيركت لحد ما وصلنا للنقطه بي. النقطة بي دي اللي عندها البريشر جنريشن ويف، ما عادش فيه بريشر بيبقى جنريتد اعلى من كده. النقطة سي هي النقطة اللي الفالف بيفتح عندها عشان يبتدي الاكسبيريشن، ينهي الانسبيريشن ويبتدي الاكسبيريشن. النقطة ايه اسمها تريجر؟ تريجر وات تريجرز الاكسبيريشن، ايه اللي بيبتدي الاكسبيريشن. النقطة بي اسمها الليمت او الكنترول، ايه اللي هيخلي ايه النقطه اللي الفنتليتور هيوقف عندها البريشر جنريشن. النقطه سي اسمها السايكل، ايه اللي بينهي الفنتليتور بريس، تمام، يعمل له سايكل يخليه يقلب على الاكسبيريشن. اللي بتهددي بيه عشان هو الحاجه اللي هنخلص منها، احنا طول الوقت هنتكلم على البريشر البريشر كنترول ديمنديشن. يعني ايه بريشر ديمنديشن؟ يعني الحاجه الفاليبل اللي الجهاز هيراقبه عشان ما يزودش عنه هو البريشر. هو السايكل دي
مش هيزيد البريشر فيها عن 20 طالما انا ظابط 20 خلاص مهما يحصل. تمام؟ لكن لما اكون بتكلم على فوليوم ده معناه ان انا بقول الجهاز ما تديش فوليوم اكتر من 100 مهما يحصل. طب البريشر هيطلع كام؟ انت وظروفك. طيب لو بريشر كنترول ما انا بتكلم لو فوليوم كنترول لا انا بقول لو فوليوم لو بريشر كنترول لا البريشر عمره ما هيزيد على الرقم اللي انا حاطه 20. لا مش فاهم حضرتك في فوليوم كنترول انفليشن بريشر ريجوليتد لا ده هايبريد مود احنا بنتكلم عن كلاسيك مود. اه بريشر ريجوليتد ده بي ار في سي ده هايبريد مود. هايبريد مود ده واحد من دول مودز الادفانس مودز هنتكلم عنهم في الاخر. ماشي فاحنا بنتكلم على الاساسي خالص هو بريشر كنترول. تريجر وات كان تريجر ذا انسبيريشن ايه اللي ممكن يعمل تريجر الانسبيريشن؟ العيان ممكن مثلا العيان ده واحد منهم. ذا بيشنت كان تريجر ذا انسبيريشن. ايه كمان؟ تايم يس تايم تايم يعني ايه توقيت الساعه احنا ظبطين له الليل بتاعه على 30 يعني كل سنتين يعمل ايه؟ كل سنتين يعمل ايه؟ الساعه توقيت. في حاجه ثالثه؟ ايه؟ الجهاز بتتهز. في حاجه ثالثه؟ حاجه ثالثه اه هي المانوال بريدنج. المانوال لو انت تدوس على زرار المانوال لو انت بتعمل مانوال هولد. لكن هم الحاجتين الاساسيتين هم تايم اند بيشنت تريجر. طب وايه اللي يعمل سايكلينج؟ ايه اللي يخلي الانسبيريشن يخلص؟ ويبتدي الاكسبيريشن اجين تايم مينلي. بيشنت ممكن يبقى البيشنت بس عن طريق حاجه تريكي شويه هنقولها لما نوصل. ان الجهاز بتعرف البيشنت خلص تنفس ازاي دي هتعرفها لما ف هنتكلم على اول مود. هنرجع للسلايد دي تاني بعد كده. لا ده هي نفس السلايد بس متخصص فيها انا نقطه ولا اه تريجرز ايه انا من المدرسه بتحب التست ذا بريزنتر نوت ذا برزنتيشن يعني هي الفكرة نتكلم أحسن من بص على صح. نتكلم على أول مود. أنا أفتكر كلمة سمعتها من حد كان أول حد سمعته بيشرح مكانيك البرزنتيشن في المحاضرة كان أياميها لسه موبايلات النوكيا فكان بيقول اللي يعرف يقول لي موبايلات يعدل موديلات النوكيا هيعدل المودز بتاعت مكانيك البرزنتيشن. قلت أنا جوجل يعدل موديلات السامسونج هيعدل المودز. المشكلة إن إحنا الموديلات كتيرة محدش عارف تسميها كلها بأرقام. وكذلك المود بتاع الميكانيكا الفيتوس كتيرة جدا كل شركة بتطلع مود وتسميه اسم فتبص تلاقي نفس المود الشركة دي بتسميها باسم والشركة دي بتسميها باسم تاني عشان التنافس التجاري وعشان تبول الكيبة أو تلاقي بقى الحاجة الأحلى المود ده باسم كذا شركة تانية عاملة مود بنفس الاسم بس تقول لك لا في ديفرنسز كتير احنا عاملين في حاجة مختلفة ده عامل مشاكل كتير جدا لان الناس بتبقى طول الوقت متلخبطه المود الفلاني عند الجهاز الفلاني كذا والمود العلاني عند الجهاز العلاني كذا دي مشكله في ناس بداوا يفكروا ان هم يعملوا يونيفايد سيستم فور كلاسيفيكيشن اوف ميكانيكال انفليشن مودز في واحد اسمه تشاكر عمل 12 حاجه سنه 2001 على الكلاسيفيكيشن سيستم الكلاسيفيكيشن سيستم بيعتمد على الثلاثه فاريبلز اللي احنا قلناهم اللي هم التريجر والليمت والسايكل. تيجر والليمت والسايكل لو قدرت يعني هو السيستم بتاعه لو قدرت تحدد الثلاثه دول تحديدا تقدر تقول المود ده هو ايه؟ ايا كان اسمه، ايا كانت الماشين اللي بتشتغل عليه، ايا كان. وهو لما نشر الكلام ده والناس بداوا يكتبوا وراه هو حتى عمل له ابديت سنه 2010 بقت تقريبا كل الشركات بقت تحاول تبقى كومبلاينت مع الوصف بتاعه. لان هو ده اللي هيوحد الحاجات ويخلي المود تبقى ايه؟ اسهل. احنا بنتكلم دلوقتي على الموست بيسك مود. الموست بيسك مود اللي احنا بنسميه تايم سايكل بريشر ليميتد مود. احنا كده حددنا تو فاليوز نايس فاليو بيرد اللي هو تريجر هو تايم سايكل ماشي بريشر ليميتد هو ده الاسم هو المشهور فيه باستمرار هو تي سي بي ال بس احنا عشان نحدد الفاليو الثالث هو التريجر ات از تايم تريجر تايم تريجر تايم سايكل يعني ايه الجهاز ده؟ يعني ايه المود ده؟ قبل ما نبص على السلايدز بتاعته المود ده بيشتغل تايم 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 ملوش دعوه باي حاجه ثانيه هو بيبص على التايم وبس بيبص على التايم عشان يبتدي البليدنج بيبص على التايم عشان يخلص البليدنج ويبتدي
اكسبيريشن. يعني بيشتغل معايا وبيقف معايا. ليه اي علاقه باي حاجه ثانيه؟ مش اي علاقه باي حاجه ثانيه، مش اي علاقه بالبيشنت، مش اي علاقه بالسكه، مش اي علاقه باي حاجه. طول الوقت بيشتغل بالتايم. انت بتظبط له ريت، بتظبط له انسبايرد تايم، في الميعاد بتاعه بيبتدي انسبيريشن، في الميعاد بتاعه بيبتدي بينهي الانسبيريشن وبيبتدي الاكسبيريشن بس. طبعا المشكله الرئيسيه في المود ده ان احنا لو تخيلنا ان ده الماشين وده البيشنت. معلش نرجع حاجات ثانيه يا استاذ محمد. حضرتك احنا قلنا ثلاث حاجات اللي هو التريجر والسايكل. تريجر وليمت وسايكل. والليمت الليمت البريشر. بريشر. احنا بنتكلم احنا النهارده هنتكلم على البريشر. ماشي اوكي. والتريجر قلنا التايم والبيشنت. او بيشنت. والسايكل. سايكل تايم. اساسا. او حاجه اسمها فلو سايكلينج يعني احنا بنتكلم عنها كمان شويه. في فلو سايكلينج وفي فوليوم سايكلينج دول في الادفانسد مود. الفوليوم سايكلينج في الادفانسد مود. المشكله الرئيسيه ان احنا تخيلنا مثلا حاجه زي دي منظر زي ده البيشنت ده الماشين وده البيشنت. البيشنت ده لو نايم لو ما بياخدش نفس في مشكله؟ مفيش مشكله. طب لو البيشنت ده بياخد نفس كونتينيوس بي دي ايه اللي يحصل؟ الجهاز ملوش دعوه. هو عنده مواعيد، هو عنده جهاز هيز اجنده، ملوش دعوه بالعيان. عنده صاحي نايم جعان شبعان ملوش دعوه خالص، مش مشكلته. طب البيشنت ده بياخد انسبيريشن ديورنج الانسبيريشن بتاعت الماشين هو ماله؟ البيشنت ده بيطلع اكسبيريشن ديورنج الانسبيريشن بتاعت الماشين برضه هو ماله؟ عنده مشكلته هو هيحلها مع نفسه. دي سينكرونايز دي سينكرونايز ودي سينكرونايز دي او سينكرونايز دي المشكله الرئيسيه في هذا المود ان هو بيعمل اسينكرونايز. الاسينكرونايز ده شكله كتير جدا واكتر حاجه كانت بتحصل في الاسينكرونايز هي قصه الانسبيريشن والاكسبيريشن في الميموري. البيشنت بيطلع ايفنت بيطلع اكسبيريشن والجهاز بيدي انسبيريشن. ده بيخلينا طول الوقت الفنتيليشن اولا يبقى انفكتيف لان البريشر ترانسميشن للشست يبقى ايه قليل لان العيان ده كان عنده هواء بيطلعه يعني البريشر جوه اللنج بوزيتيف تمام بيطلع وانت اديت له من بره ده معناه البريشر بيجي انت قليل فالتايل الفوليوم هيقل يبقى ده هيبقى فنتليشن رقم واحد. رقم اثنين انت لما اديت على لنج وهي بتحاول تقفل انت زودت البريشر فيها جامد قوي فتزود انسنس اوف نيوموسوركس. رقم اثنين بتزود انسنس نيوموسوركس وتزود انسنس اوف انتركرانيال هيمرج لان البريشر ترانسميشن للميدياستاينم بيوصل لايه؟ للسيريبرال سيركيليشن فتعمل لك انتركرانيال هيمرج. اكتر من ده انه بيزود الورك اوف بريذنج والبيشنت ديس ساتسفاكشن لو عيان ده كبير. طيب يبقى ده مشاكل الاسيمبلي بتاعت التايم سايكل بريشر ليميتد تايم كريبل انفليشن اللي هو الاي ام في. اي ام في يعني انترميتنت مانداتوري فنتليشن. لو العيان ده خد بريذنج ان بتوين ذا ميكانيكال بريثرز هل الجهاز ليه علاقه؟ ملوش علاقه. طب ده في مشكله؟ هو ما فيهوش اسيمبلي بس الجهاز لما بيدي البيشنت بريذنج وبعدين يسيبه على البيزل ليفل اوف بريشر والبيشنت بيجي ياخد نفس هو بياخد نفس باي هيز اون انسبيرنت موسلز اجينست ا فيري لارج ريزيستنس. الريزيستنس بتاعته الارتفيشال واي اللي هي تيوب الريزيستنس بتاعت ايه؟ السيركت بتاعت ايه؟ الماشين. فهو كده بيبذل مجهود اكتر من الطبيعي لو هو هياخد نفس لوحده من غير الماشين تمام؟ فدي المشكله. يعني ده معناه لما بيجي يديله ما بيديلوش كويس ولما بيسيبه ما بيسيبوش كويس. يعني ده منه ولا كده ده بالنسبه للاي ام في. Does not prefer the mood anymore اي شكل من الاشكال. للاسف الشديد للاسف الشديد ما زال اغلب الناس في مصر ما بتشتغلش بال بي لان الاجهزه بتاعتنا ما بيبقاش فيها possibility او options ان احنا نشتغل اي advanced mood. لان احنا اول ما بنيجي نتكلم على اي مود يحس بالبريشن يبقى لازم نتكلم على الخطوه الثانيه اللي هي ان يكون عندنا سنسور. لما نيجي نتكلم بقى على البيشنت تريجر مودز اول كلمه كلمه بيشنت تريجر. هاو ذا بيشنت كان تريجر ذا فنتليشن. البيشنت كان تريجر ذا فنتليشن ان البيشنت اول حاجه يحسس الجهاز بنفسه بيسمعه صوته. الجهاز هيحس بالبيشنت ازاي؟ لازم يكون فيه سنسور. سنسور في برضه في الميكانيكال سنس الهندسه يعني سيجنال والكونسيدوسر. ايه السيجنال وايه الكونسيدوسر؟ لما نرجع للفسيولوجي بتاع الريسبيريشن سبونتينيوس بريذنج ايه اللي بيحصل؟ بريشر الموفمنت بتاع الدافرام فوليوم تشينج بريشر تشينج جاز انفلكس. لما بيحصل جاز انفلكس لو احنا مركبين البيشنت ده على ريسبيراتوري سيركت على ماشين لما البيشنت ده هيبتدي ياخد نفس ايه اللي هيحصل في الهواء اللي قدام التيوب؟
هيتحرك لجوه. لما يتحرك لجوه يبقى الضغط في السلك اللي حصله قل. يبقى دي اول بوينت ان البي ان الجهاز ممكن يكون فيه مانوميتر ترانسدوسر متوصل عند البي تي تيوب يقيس البريشر عند البي تي تيوب. اول ما البريشر يقل يبقى ده معناه ان العيان ياخد نفس تمام بيسحب هواء لجوه. ده اسمه بريشر سنسور. ماشي. ايه الحاجه الثانيه؟ لما العيان هياخد نفس في فلو اوف جاز هيدخل لجوه. يبقى لو عندنا فلو سنسور الفلو سنسور هيحس ان في هواء بيتحرك من السيركت للبيشنت. طب ما هو لو الجهاز بيدي هواء ما هو هيتحرك بس ما هو الجهاز عارف ان هو ما بيديش. هو ده في ماك بروسيسور احنا بنعمل كده في اجهزه سمارت. الجهاز دلوقتي بقى عارف ان في فلو داخل ومش هو اللي بيديه. يبقى مين اللي هيكون بيديه؟ مين اللي هيكون بياخده؟ البيشنت بياخد نفسه. ده اسمه فلو سنسور. وكل واحد فيهم ليه انواع. يمكن ابسط الانواع هو البريشر سنسور هو جاست مانوميتر. بس في ناس بتقيس عند الاي تي بتفرق عند مكان القياس. في ناس بتقيس عند الاي تي تيوب، في ناس بتقيس عند الجهاز، في ناس بتقيس هنا وهنا. يعني مش مشكله في التفاصيل الميكانيكيه دي. دي كلها حاجات ماشين سبيسيفيك. الفلو سنسور في ماشينز بتقيس هنا وفي ماشين بتقيس هنا. يعني الجهاز مصمم ان هو يقيس عند الاي تي او يصمم على الاي تي انترنال. يس اظن ما فيش حاجه بتاعت لسه مستلم الاجهزه. اظن الهاير ده في الفلو ميتر ده بيتحط عند دخله التيوب. يس دي بيقيس لي الفلو عشان يعرف كان البيشنت ده. والتاني الجي اي انا مش عارفه الاسامي لان ما حضرتش لسه. انما الجي اي عنده هنا وهنا. يس. كل واحد بيقول انا ده احسن لي. بس احنا عارفين من الاستاذ ان الديسبل ان هو القياس عند الاي تي تيوب اسمه احسن واحد. يعني لما بيقيس بروكسيمال عند الماشين لازم يعمل كومبنسيشن. لازم يعمل حسابات كومبنسيشن ويعمل كاليبريشن كل مره تشغل الماشين. تمام. والكومبنسيشن ده لو احنا بنتكلم على النيونيتس الكومبنسيشن ده الاكريس بتاعته قل. لو احنا بنتكلم على بيدياتريكس ادولتس لو الكومبنسيشن فرق في كام ملي 3 4 ملي مش مشكله. لكن انت بتتكلمي على وزن 2 كيلو هو ده الفوليوم كله على بعضه يقول لها 10 ملي 3 ملي تفرق. هي دي فرق. عشان كده الاير قال لنا لازم تحطوا السنسور في النيونيت. في النيونيت بالظبط. ونفس الكلام على البنت. البنت بيشتغل بالبروكسيمال سنسور لكن اول ما بيشغل النيونيت المود لازم يشتغل لازم المفروض يحط ديستال سنسور. لازم. للاسف الشديد في ناس ما بتحطوش. للاسف. ويشغلوا البروكسيمال سنسور على النيونيت. دي كلها بوينتس انا مش هتكلم في الماشين سبيسيفيكس. انا قصدي ان احنا عاوزين نعمل كايتم. كايتم حضراتكم تبقوا عارفينه عشان النيونيت بروكسيمال ولا ديستال؟ اللي هو ايه؟ النيونيت بتحط ديستال سنسور؟ لا عند الاي تي تيوب. بروكسيمال يعني عند الماشين. في عندنا بقى حاجات تانية مختلفة عن كده. لا هو الفلو سنسور بتاعه هو ديستال بس. لو ما عندوش بروكسيمال فلو سنسور هو شغال ديستال بس. ويتش از بيتر؟ لان ده انفنت عشان ده نيونيتال انفنت. يس. لكن لو الجهاز اكبر من كده في الاتش اكبر من كده زي النيو بورت في اوبشنال نيونيتال. النيو بورت الاي 360 ما عندوش ديستال سنسور هو بروكسيمال كله. فلازم تحط الديستال. لا هو ما عندوش. هو بيعمل كومبنسيشن. فلو بيستخدم البريشر هو اللي بلوكس لكن الديستال فلو. ديستال فلو. في عندنا حاجات تانية بيقيسوا بيها او بيبصوا عليها. زمان اقدم واحد خالص عمل ده ستار سينك المعمول على انفنت ستار فنتيلرز ان هم كانوا بيشوفوا الابدونال وول موشن. تمام. كانوا يحطوا كبسول راس كبسول كده وبيخلي ايه لما البطن الطفل تتحرك الجهاز يحس ان هو كده بياخد نفس. which is not recommended anymore. لان هي مشاكل كتير. ما عادتش بتستخدم دلوقتي غير في حاجه واحده بس غير في النون انفيزيف فنتيليشن. لان النون انفيزيف فنتيليشن انت عندك ليك انت حاطط الحاجات كلها نيزل او نيزوفارينجل فعندك ليك في الفارنكس.
فما تقدرش تحسب فلو، ما تقدرش تحسب بريشر، تمام؟ لكن تقدر تستخدم دي، ما زالت مستخدمه في النقل الجزء الديتيشن اونلي. الحاجات اللي بعد كده حاجات فانتازي، يعني هو بيشوف التشست وول امبيدنس، بيحط كلوز مع الموفمنت في التشست وول بيحس بيها فيعرف العين بتتحرك. بيحطوا ساعات بريشر سنسور في الاسوفاجس عشان يشوف التشنجز في الانترا بلورال بريشر اللي بتبدا مع الانسبيريشن. في ناس بيحطوا سنسور في في الاسوفاجس بس هو بيقيس الالكتريسيتي في الفرينك نيرف في الدايفرام اللي هو النافا نيورالي ادجستد فينتالي اسيست. ده مود لوحده، يعني ده مش بس مجرد سنس، ده مش مجرد سنسور، ده مود، مود لوحده خالص. هو لسه مش فاليديتد في النيونيتس تو بي يوز، هو مش بيستخدمها لشركه واحده، مش فاليديتد حاجه في النيونيتس، لكن هو ات از ذا بيست سينكرونايزنج مود تبناه لحد دلوقتي. ات از ذا بيست سينكرونايزنج لان احد مميزاته ان احنا عندنا في السنسور حاجه اسمها الريسبونس تايم. الريسبونس تايم ده اللي هو ايه؟ من اول ما البيشنت يبتدي ياخد نفس يحاول ياخد افرت، السنسور هيحس بالتشينج ويبعت للجهاز، والجهاز يترجم ده ان البيشنت بياخد نفس فيبتدي ياخد الابروبريت اكشن اكوردنج تو ات. والابروبريت اكشن غالبا يعني ان هو هيبتدي بريدنج معاه، هيديله بريشر، فلما يديله بريشر يبتدي يديله بريشر يظبط السايكل مع البيشنت. المده اللي بتاخد دي كده اسمها ريسبونس تايم. الريسبونس تايم ده كل ما يقصر كل ما يكون احسن، كل ما الجهاز يبقى مور ريسبونسيف تو ذا بيشنت، تمام؟ كل ما يطول كل ما يوحش، وبالذات في النيونيتس. يعني لو جه مثلا حد يقول لك ان انا الريسبونس تايم بتاع الجهاز بتاعي بتاع السنسور ده 100 ملي سكند، لو انا بتكلم على عيل بما تشوف مثلا كيلو ونص مثلا، الانسبيريشن بتاعه اصلا 300 ملي سكند، 3 من 10، 100 ملي سكند عما الجهاز يرد ويحس وما العيل يكون خلص نص النفس بتاعه وراحت. النافا احد مميزاته ان هو بيحس قبل ما الفوليوم تشينج يحصل، قبل ما المصل كونتراكت، لانه بيحس بالنيورال اكتيفيتي، فبيبتدي سينكرونايز الفنتيليشن مع حركه البيشنت، which is a better synchronization. بس هو مش موجود غير في اجهزه تقريبا في جهاز واحد اعتقد ذلك سيرفو اي. سيرفو اي هو ده الجهاز الوحيد اللي بينزل النافا، وهو لسه مش يعني ايه تريجر سنسيتيفيتي؟ دي احد الحاجات اللي بتلخبط ناس كتير جدا جدا. تريجر سنسيتيفيتي يظبط تريجر سنسيتيفيتي ازاي؟ يعني ايه تريجر سنسيتيفيتي؟ احنا اتكلمنا على الريسبونس تايم ودي نقطه مهمه. تريجر سنسيتيفيتي معناها ما زودهاش قوي عشان مش اي حركه اي فلو. ذاتس رايت. هي يعني ايه الاول بس تريجر سنسيتيفيتي عشان مش عارف؟ تريجر سنسيتيفيتي يعني انا بقول للماشين لما هنتكلم على البريشر مع الفلو، احنا بنقول ان بيحصل بريشر دروب فالجهاز يحس ان هو بيتنفس. البريشر دروب قد ايه؟ سنتي، 2 سنتي، 3 سنتي، 5 سنتي. السنسيتيفيتي او الثريشولد اللي انت هتظبطها معناها انك بتقول للجهاز لو حطيتها على 1 سنتيمتر جولدر، يعني لو البريشر دروب اكتر من 1 سنتيمتر جولدر اعتبرها نفس. طب لو كان اقل من كده كانت نص مثلا 12. والفلو لما تحط الثريشولد او السنسيتيفيتي فلو مثلا 2 ليتر بالسكند، يبقى لو في فلو عدى على السنسور بتاعك اكتر من 2 ليتر بالسكند تقول ذا بيشنت اعتبرها نفس. لو اقل من كده طنش. لو احنا قللنا السنسيتيفيتي اقل ما يمكن، مش ده احسن؟ عشان اي نفس الواد ياخده على طول نرد عليه. بس المشكله المشكله انك حضرتك لو عملت كده اي هزه في التيوبس الجهاز هيحس بيها ويتخيلها نفس، فيحصل حاجه اسمها اوتو تريجر. مش بس اي هزه في التيوب، لو العيان بيتحرك الجهاز يتحرك انه بيتنفس، لو العيان بيكح او بيكح مش هتحس بيها بسبب لان الكحه هتخلي بوست بريشر وهتخلي اوتورد فلو. الكحه مش هتعمل لك كده، تمام؟ النفس اللي بعد الكحه هو اللي هيعمل كده. لكن هي البوينت الرئيسيه ان الحركه هتعمل لك تريجرنج. لو في ميه في الوصلات، which is the story of our life، عشان بس ما حدش ما فيش ميه في الوصلات، تمام؟ story of our life ان في ميه في الوصلات، الفايبريشن اللي بتحصل من مرور الهواء على الميه دي بتخلي السنسور يحس ان فيه نفس.
So what is the best? The best is to adjust the trigger sensitivity at the lowest value that not give auto trigger. يعني حضرتك بتظبط trigger sensitivity على أقل ما يمكن بشرط ما يعملكش auto trigger. بنقعد جنب البيشنت ونقلل. أول ما يحصل auto triggering لأ أرجع تاني. بتبقى كل جهاز أنت حضرتك عارفة الرينج بتاعه. بتجربيها. نعم auto triggering إزاي؟ أعرف إنها auto triggering إزاي؟ تلاقي جهاز الجنب. بودو بيجري يعني هتبص تلاقي العيان ده كان نفسه هو لوحده كده 30 40 مره واحده الجهاز بقى بايه شغال 90 100 ومجرد ما بيخلص الاسبيريشن بيرجع تاني يخلص يعني الاسبيريشن ده مع الجهاز بودو بيجري بودو بيجري ده مصيبه لكن هي الفكره انا مستح حاجه اقل من السنسيتيفيتي اقل ما يمكن بودو بيجري زمان كان بيقولوا في الويننج زود الليفل بتاعك عشان تخلي البيشنت يعمل ايفورت لا انا قصدي الجهاز ما يحسش بيه لما يعمل ايفورت كفايه لو خد اي ايفورت صغير الجهاز ما يساعدوش سيبه عشان تعمل كليننج للسبايرالي ماسلز ذس كونسبت از نوت تو جود لان انت المشكله بتاعتك لما بتعلي الرقم بتاع السنسيتيفيتي الفكره الرئيسيه اللي بتحصل حاجه واحده ان انت بتزود الريسبونس تايم عما الجهاز يحس بالعيان بيكون الوقت خلص النفس بتاعه which is not good so it is ريكومند ما تستخدم اقل ثريشولد ممكنه ما تعملكش اوتو تريجر انت بتبقى عارفها على الماشين بتاعك الجهاز ده لما بنظبطه على اقل من واحد يحصل اوتو تريجر تمام احنا الرينج بتاعنا من 1 ل 2 في الجهاز ده مثلا نقول ما نقولش الجهاز ده حتى مش على فكره مش الموديل ده البيس القطعه التحديدا عشان هي انتراكشن ما بين السنسور وما بين الجهاز نفسه من 1 ل 2 اوكي انا بظبطها على طول من 1 ل 2 which is it's okay مثلا. طيب عرفنا دلوقتي الجهاز هيعرف ازاي ان العيان بياخد نفس هنبتدي نعمل ايه بقى اول حاجه هو في اجهزه مثلا يعني من عشان الجمله الاحرنيه في اجهزه مثلا ما بتحطش سنسيتيفيتي بريشر وفلو وكلام من ده بيحطوها سكيل من 1 ل 10 1 يعني اقل حاجه و10 يعني اعلى حاجه زي دريجر دريجر هم بيستخدموا سكيل مختلفة يعني هو فلو وكومبايند مع فوليوم هم بيدعوا ان هو احسن بس هو ده الكلام ده مش فاليديتد بالستادي لكن هم بيقولوا ان هو فيسيولوجيكال يعني لكن مش فاليديتد بس هم بيستخدموا سكيل دي برضه عشان لو لقيت جهاز في اجهزه دلوقتي بقت بتقلل من الاجهزه الاساسيه لو لقيت جهاز مش لاقي له ليتر بالمينت او سنتيمتر ووتر لقيت سكيل تبقى انت برضه عارف تتعامل معاه اول مود هيتعامل بالسينكرونايزيشن اول مود هيبدا ياخد باله من العيان هو الاس اي ام في الاس اي ام في ده اسمه بيوضح احنا قلنا المود الاول اسمه ايه اي ام في اي ام في كويس تي سي بي ال ده الاسم الجنرال الكبير هو اسمه اي ام في اوكي اي ام في يبقى اس اي ام في اس ان اي ام في ات از ا فول اي ام في مود وذ اس ده اي ام في بشرط فقط للغير تمام هو الاي ام في احنا كنا بنتكلم عليه ايه كنا بنتكلم هو تايم تشيكر وتايم سايكل يعني هو بياخد مواعيد انت بتقول له ابتدي الانسبيريشن هنا ووقف الانسبيريشن هنا والعدد بتاعك في الدقيقه كذا العيان خد نفس في النص ملوش دعوه العيان عايز ملوش دعوه هو عمره ما هيدي رقم اكتر من كده ولا عمره هيدي رقم اقل من كده صح الاس اي ام في زيه بالظبط ايه الفرق الاس كلمة الاس دي عشان نفهمها لان الكتب كتير جدا ساعات بتلخبطنا وهي بتكتب لنا الاس اي ام في مود ده بيعمل ايه لو العيان بياخد سبونتينيوس بليدنج اولا لو العيان ما بياخدش سبونتينيوس بليدنج بالاس اي ام في احمد زي الحاجه الاس اي ام في زي ما بيقول الصح مفيش فرق بينهم تمام العيان ما بياخدش نفس هيسنكرونايز معايا هو يعني هيدف معايا ويخلص معايا بالظبط طيب لو العيان بياخد نفس الكتب بتقول لك بقى لو انت ظابط لقيت 30 العين بياخد 50 30 مش عارف هيبقى ايه و20 ايه ما نفهم الماشين بتشتغل ازاي الماشين بتفكر فيها ازاي الجهاز لما انت بتحط له مثلا ليت 30 دي هو بيترجمها ان انا عندي الاسبيراتوري سايكل 2 سكند صح تمام كده وحاطط له الاسبيراتوري تايم 0.4 انا بتكلم عن نيونيتال فيجرز الناس اللي ديتريشنز ما يستغربوش بتكلم عن نيونيتال فيجرز 0.4 ده معناه ان هو هيبتدي الانسبيريشن عنده كل سنتين هيبتدي انسبيريشن لمده 0.4 ويقف يستنى تكمله السنتين صح؟
عندك اس ان في بيعمل حاجه ظريفه قوي، بياخد السايكل دي ويحسب منها 10-15% على حسب الجهاز، قول 15%، يعني 15% من ثانيتين دول يعني قد ايه؟ 3/10 ثانية قبل ميعاد النفس اللي هيجي ب 3/10 ثانية يبتدي الماشين تعمل ايه؟ listening to the patient، تبتدي تبص على العيان. لو البيشنت بياخد نفس تدي معاه، يبقى هي الفكره كلها ان هو عايز يمنع الاسينكروني، عايز يمنع الاكسبيريشن اون انسبيريشن، ما يبقاش العيان لسه مخلص النفس وانا اديه، لا. لو هو بياخد within a considerable time اللي هم حسبوها فيسيولوجيكال انها 3/10 انها 15% من السايكل، غالبا العيان ده لو كان هياخد نفس كان هياخده في الوقت ده، الجهاز يبدل نفسه ويدي معايا عشان يمنع الاسينكروني فول ستوب. طب لو العيان ما خدش هيديله فتره. طب لو العيان خد نفس ان بتوين الميكانيكال بريثز بس اوتسايد ذا ويندو، الجهاز يعمل ايه؟ مش دعوه، ده اي في يا باشا، مش دعوه، ما اعرفوش، هو زي ما بيقول بالظبط، ملوش دعوه خالص. ده معناه ان الجهاز هيدي ريت قد ايه؟ هو الرقم اللي انت حاطه لا ازيد ولا اقل. طب لو البيشنت بياخد نفس ويل بي سينكرونايزد وذ ذا بيشنت موستلي بس مش بالضروره، مش بالضروره، لو جم مع بعض هيسينكرونايز، ما جمش مع بعض خلاص هو حر. طب لو البيشنت بياخد نفس اكتر من اللي انت حاطه على الماشين، غالبا بنسبه 90% اغلبهم يعني سوري في الكلمه هينفق، يعني اغلبهم هيجي مع الويندو وهيبقى سينكرونايز والباقيين هيبقوا بره، وبعض العدد هيبقى بره. بس هي الفكره ان انت ضامن ان نيفر 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 ان العيان ده يحصل فيه الاسبيريشن والاكسبيريشن، مش هيحصل فيه حاجه اللي بيسموها البرايمري اسينكروني، دي مش هتحصل. لو العيان بياخد نفس اراوند ذا ميكانيكال بريف، الميكانيكال بريف هيبقى سينكرونايز معاه، ده هو الاس ام في. عشان كده اتس ان اي ام في وذ اس. نيجي للمود اللي بعده. سؤال يا فندم؟ الاوتو تريجر في المود ده؟ لا، هو الاوتو تريجر، الاوتو تريجر مش هيبقى افكت في الاس ام في. الاس ام في ايفن الاوتو تريجر ده مش هيبقى افكت في، حتى لو السنسيتيفيتي بتاعتك مخلياتك الجهاز اوتو تريجر في الاس ام في مش هيبقى افكت مع العيان، لان هو كده كده مش هيشتغل غير في الميعاد بتاعه. بتظبطيها في المود اللي بعد كده الاوتو تريجر بتبقى مود، بتبقى مود بعد زي ما قلت لحضرتك، هو السنسيتيفيتي في 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 حالات الاس ام في بتظبطيها. نعم ده اوبشن عندي، اوبشن موجود عندك في المنتليت في كل السنكرونايز مودز ومنهم الاس ام في، انت بتظبطيها بتبقى انت عارفه غالبا غالبا الماشين بتاعتك دي بتتظبط على رينج قد ايه specifically for this patients. يعني انا عارف الماشين دي المفروض بظبطها على كذا، انا تعود انا جربتها مره واثنين وثلاثه بتظبط على كذا. الاوتو تريجر اللي ده مش هيحصل غير لو المود اللي انت بتستخدميه supporting every breath. لو هنفترض مع حضرتك السنسيتيفيتي بتاعتك قليله جدا لدرجه انها بتحس باي هزه، هل هي هتبقى افكت في الساي بي؟ لا مش هتبقى افكت، هي كل اللي هتعملوه انها هتبدل لك النفس، وكل اللي هتعمله لك حاجه واحده انها هتخلي لك الجهاز كان السنسور مش شغال، لان هو هيحس بحاجه ثانيه غير نفس العيان، هتخلي لك في اسينكروني ستيل موجود. يعني انا اظبط السنسيتيفيتي مع الاس اي بي اعلى او اقل، مش ملهاش فايده انها لو قليله مش هتفرق كتير. انت بتظبطي السنسيتيفيتي في الاس اي بي تعرفيها ازاي؟ ان انت تبصي على الجراف، لو انت عندك جراف تبص، طبعا غالبا هتلاقي الجهاز فيه جراف، انك تبص على الجراف بتاع البريسز ما بين واحد والتاني. لو السنسور بتاعك السنسيتيفيتي بتاعته مظبوطه غلط، سواء عاليه او قليله قوي، هيبقى كانه مش شغال، تمام؟ لكن لو هي مظبوطه صح هتبص تلاقي ان مش كل مره المسافه ما بين البريدنج والتاني قد بعضها، هتلاقي دايما في مسافات مختلفه، لان كل مره بيجي الريسبيريشن بيجي سينكرونايزد بيخلي لك النفس يجي بدري عن ميعاده اراوند 10 to 50% 15% اوف ذا ريسبيريتوري سايكل،
والمرة اللي بعدها لو ما خدش نفس في التوقيت ده هيستنى الفول سايكل. فهي تبص عليها انك تبص على كذا سايكل ورا بعضهم، مثلا تبص على نص دقيقه، تبص على مثلا 10 15 سايكل، هتلاقي المسافات مش ثابته. لو المسافات مش ثابته والعيان بيتنفس وانت شايفاه بيتنفس والماشين بيدي معايا بعض الاحيان بعض الاحيان لا، يبقى المود ده شغال، يبقى السنسيتيفيتي كده مظبوطه. لو لقيت المسافات ثابته يبقى السنسيتيفيتي مش مظبوطه. ايضا تو هاي اور تو لو، ايضا تو هاي اور تو لو. لو عليت السنسيتيفيتي هيبقى في سنكرونايزيشن ولا في سنكرونايزيشن؟ كلمه عليت السنسيتيفيتي بس عشان نتاكد، عشان بس ايه لو حد كده بتسال على حاجه هنتلخبط فيها. عليت الرقم لان في اجهزه بتحط لك السنسيتيفيتي بسكيل، زي قلت لك زي دريبر مثلا، تمام، وزي ستيكرز مثلا تحط لك سكيل، فتعلي السنسيتيفيتي يعني تعلي السكيل، يبقى انت كده خليت الجهاز مور سنسيتيف. ماشي، خليته 10 يبقى ده مور سنس، انا عايز يعمل اوتو تريجر. لكن في اجهزه ثانيه بتحط لك رقم، رقم على بريشر او رقم على فلو، يعني سنتيمتر ووتر او لتر بالمينت. دي هنا يفضل التسميه الصح، انا بس ما كنتش حابب الخبطكم، دي التسميه الصح ليها انها ثريشولد، ات از نوت ا سنسيتيفيتي، ات از ا ثريشولد. فانت لما بتعلي الثريشولد يبقى انت كده خليت الجهاز لس سنسيتيف. فالجهاز بتاعك ايه؟ جهاز بتاعك سكيل ولا رقم؟ الثريشولد يعني اقل حاجه هيعمل، يعني لو حطيت انت عندك ليتر بالمينت واحد از مور سنسيتيف ذان 5، في حين انت لو عندك سكيل يبقى 5 از مور سنسيتيف ذان 1. اوكي، انا لازم ابقى تريجر عشان ابقى سنكرونايز. يس يو هاف تو. مش هو انا لازم اكون مشترك عليه لو جت في خلال 15%؟ هو متظبط على كده، ده هو المدة كده، المدة على يظبط 15%. هو لو خد نفس بره الويندو هو مش هيحس بيه، ده الويندو بتاعه 15%. 15% ده الجهاز مش انت اللي بتظبط. دي انا بظبط، انا بظبط مود، بظبط مود وهو بيشتغل لوحده. بظبط مود اس اس اي ام في يدل، يعني ده هقول عليه اللي تحت ده، ده اس اي ام في اهو العيان، مش كده؟ انا بس مش عايز افتح الجرافيكس عشان دي بتاع بكره. انا قصدي الجراف ده هنا الحته الخضراء اللي تحت دي معناها ده ده البيشن، البيشن ده البيشن، ده البيشن ده الاكسبايريشن، تمام. دي الاكسبايراتوري الصغيره الخضراء ومكمله بالجهاز، وده كده وده كده الايه في الجهاز. الازرق الجهاز والاخضر العيان. هو بيستنى 15% دي بيسمعها ليه بقى؟ هو اصلا كده كده عادي النفس بتاعه معاه. لا، هو لو حس ان العيان بياخد نفس خلال الفتره دي بيدي له قبلها، بيدي له معاه، بيدي له مع نفس العيان. وعايز اعمل سنكرونايزيشن. وتعرف ان التريجر بتاعك زي ما الدكتوره بتسال، التريجر بتاعك تو هاي اور تو لو، انك تلاقيه مش سنكرونايز، مش افكت. لكن الاوتو تريجرنج مش هيحصل الا اس ام ال، الاوتو تريجرنج ده كلام تحديدا معمول على الاسيست كنترول مود اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. الكلام ده معمول على الاسيست كنترول مود ميديا. فالاحسن ساعتها بقى انا اعلي الريت عشان خاطر يبقى اسيست كل ريت للفيديو. According to your pathology, according to your condition. لازم نتكلم على المود بيشتغل ازاي. كابل شوتنج اوف ذا مودز دي قصه ثانيه شويه. لانها معتمده اكثر على الباثولوجي اكثر منها مجرد ان انا اعمل كده. اسيست كنترول مود ده بقى مختلف. مختلف لان هو مش بس مجرد ان احنا بنسينكرونايز مع كل نفس بس، it's a different method of support. الفكره اللي فيه ان مش بس ان كل ما العين يجي ياخد نفس الجهاز يحس بيه، لا، الفكره اللي في المود دوت ان انت تقريبا eliminating the whole work of breathing with a patient. انت واخد منه كل حاجه ومديله الصحه، قاعد تديله كل ما يحاول يعوز ياخد نفس انت تقول على جنب. فكره